تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة. طبعا برنامج صحة وسعادة برنامج يعتني بالأمور الطبية والصحية، وأيضا هو أيضا إحدى قنوات التواصل مع هيئة الصحة بدبي، فمن لديه أي استفسار أو أي ملاحظة أو أي اقتراح فما عليه إلا بالاتصال على 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية 4006. طبعا أخواننا المستمعين، نحن عودناكم دائما في بداية البرنامج نبتدي ببعض الأخبار السريعة التي تتعلق بالأمور الطبية، وأيضا بعض الأنشطة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي. بس بغينا نذكر الأخوان المستمعين أن آخر موعد للتأمين الصحي هو 31/12/2016. طبعا باكر بتكون عندنا حلقة خاصة بهذا الموضوع، فمن لديه أي استفسار أو أي يعني شيء يعرف عنه فبيكون معانا إن شاء الله شخص من يعني بيكون يجاوب على جميع استفساراتكم وأي ملاحظات عندكم. أيضا من الأشياء الأخرى اللي تنظمها هيئة الصحة بدبي، نحن عدنا إن شاء الله مسيرة لمرض السكري يوم 18/11/2016 بيكون في حديقة زعبيل. طبعا نحن نتوقع أن يزيد عدد المشاركين عن 15,000 يعني مشارك. كما تعلمون أعزائي المستمعين أن مرض السكري هو من الأمراض التي يعني يجب أن يعني نتثقف عنها ويكون عندنا توعية إضافية، وهذه من الأشياء اللي تساعد على التوعية. أيضا هنالك ماراثون الإمارات للأطفال ينطلق أيضا يوم 18/11، أيضا إن شاء الله بنعطيكم مزيد من المعلومات إن شاء الله الفترة القادمة. وفي أيضا هناك دعوة طبعا قسم الأشعة بمستشفى لطيفة يتشرف بدعوتكم لحضور فعاليات اليوم العالمي للأشعة تحت شعار التصوير التشخيصي للثدي. طبعا بيكون إن شاء الله باكر إن شاء الله مقابل المبنى الرئيسي للمستشفى لطيفة على في تمام الساعة 10، وبتكون هناك إن شاء الله جوائز، وأيضا هناك فقرات توعية مختلفة، والإخوان أيضا يأكدون على أنهم يعني يرحبوا بكم ويتمنون مشاركتكم وياهم إن شاء الله. وإن شاء الله بيكون عندنا أيضا نحن نقل إن شاء الله باكر عن هذه الفعالية أيضا عبر أثير إذاعة نور دبي. أيضا من الأخبار الطبية أيضا خلايا من العيون لعلاج فقدان البصر. نجح علماء بريطانيون من جامعة كامبريدج أخيرا في طباعة خلايا من العيون تساهم في علاج فقدان البصر، وأجرى الباحثون اختبارات أولية باستخدام خلايا حيوانية، إلا أن هذا الاختبار لم يتم حتى الآن على البشر ويحتاج مزيد من التجارب. ويقول الباحثون إن هذه التقنية تمهد الطريق أمام مرضى تلف أنسجة القرنية لعلاج أنفسهم بأنفسهم، وتظهر النتائج الأولية حتى الآن إمكانية طباعة نوعين من خلايا القرنية. طبعا هم سووها أيضا على فئران بالغة، وأيضا هذه الخلايا يعني تم تجربتها وكانت في هناك نقل بين العين وأيضا أعضاء من أجزاء من المخ. من الأخبار أيضا الشقيقة،
الشقيقة رفيقة للنساء أكثر من الرجال. طبعا الشقيقة هو صداع حاد قد يستمر لساعات أو حتى أيام ويصيب النساء أكثر من الرجال، ويعتقد أن عدة عوامل مثل الوراثة والنشاط الكهربائي بالدماغ والناقل العصبي أيضا استرستورنين يلعب دورا فيها. وأيضا تعرف الشقيقة أيضا بالصداع النصفي. الله يكون في العون الناس اللي عندهم الصداع النفسي النصفي، يعني من الأشياء الجدا متعبة وأيضا المؤلمة. طبعا ويانا محمود، صباح الخير يا رجال. كمل، خلي أنا اليوم مستمع، كنت مستانس. الله يسلمك، الله يحفظك. لا نحن ما نستغنى عنك يا محمود، أنت يعني خلنا نقول قاد فادر مالنا يعني. هذا كان المفروض أنا أتريى برا على الاستوديو، ما يلس يأكل الاستوديو. عموما صباح الخير مستمعينا، وصبحكم الله بكل نور وسرور إن شاء الله. حلقة اليوم مثل ما تفضل فيصل فيها العديد من المواضيع اللي نتطرق لها، لكن اللي حاب يشاركنا نذكركم بأرقام الاتصال معنا على الأرقام 600-551414 وعن طريق الرسالة النصية على 4006. في الإخراج معنا اليوم ناصر محمد سليم وعيسى سبيل، وأيضا في التنسيق معنا أشواق مسعد، ومنورينا في الاستوديو ميثة بن بيات منورتنا كذا في الاستوديو. ما شاء الله أنا والله استانس. تعرف ليش؟ ما شاء الله هذا البرنامج الوحيد اللي تحس فيه خمس مخرجين يجونك في نفس الحلقة. يا سلام عليك، هذا شرف لنا صراحة. عموما مستمعينا، هنالك الكثير من المواضيع. بعد الفاصل إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع مشاكل مرض السكري وتأثيره السلبي على شبكية العين. اللي حاب يشارك معانا قلنا لكم أرقام التواصل، ما في مانع نعيدها مرة ثانية فيصل. 600-551414 أو عبر الرسائل النصية 4006. إذن مستمعينا بعد الفاصل نتواصل معاكم عن موضوع فحص شبكية العين. اللي حاب يشارك على الأرقام اللي ذكرناها. فاصل إن شاء الله وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا عندنا فقرة جديدة هي موضوع فحص شبكية العين. من مشاكل مرض السكري هو تأثيره السلبي على شبكة العين، وللحد من هذه الآثار قامت هيئة الصحة بتوفير كاميرات رقمية حديثة بمراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر، علما أن هذه المبادرة حصلت على جائزة أفكار الإمارات لريادة الأعمال عام 2015. ولمزيد من المعلومات عن الجهاز أو الأجهزة هذه اللي تم توفيرها، وأيضا نأخذ يعني معلومات عامة عن أيضا مرض السكري معنا. خلنا في البداية نرحب بأستاذ مي حيدر عوض، مثقف سكري في الاستوديو معنا أعتقد عبر الاتصال عبر الهاتف. دكتور الأمين إبراهيم الأمين، أخصائي أول غدد والسكري بمستشفى دبي. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ فيصل، مرحبا بك. يا هلا، معك فيصل ومحمود. أهلا وسهلا. يا هلا دكتور. دكتور كنا نتحدث يعني في البداية بما أن مرض السكري من الأمراض اللي تفشت في المجتمع، ويجب أن الواحد يعي الكثير من المعلومات عن هذا المرض، لأنه يعني في له أعراض وفي له أسباب، لكن هنالك يجب أن تكون هنالك يعني طريقة عيش مع هذا المرض، فهو يعني في أسلوب حياة يجب الواحد يتعايش معه. الآن إذا ما نتكلم بشكل عام عن المرض وما الذي يجب علينا أن نفعله وما هي الأعراض بشكل عام. نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة أولا، ورحب كمان بالأستاذ مي معي في البرنامج. حقيقة كما ذكرت أخوي محمود إنه السكر دلوقتي في زيادة مضطردة، وللأسف الشديد يعني آخر تقديرات إنه تقريبا 415 مليون شخص مصاب بالسكري خلال فترة العام 2016. يعني
تقريبا نعم. نعم دكتور، نحن بس في دولة الإمارات ما أدري، نحن أعتقد أن النسبة جدا عالية يعني مقارنة بالدول الأخرى، ما أدري إذا هذا الكلام صحيح. نعم للأسف الكلام صحيح، يعني مع أنه الدولة وكل القطاعات الصحية والقطاعات الشعبية كمان شغالين بجهد شديد جدا لتقليل النسبة دي، لكن للأسف الشديد النسبة كانت عام 2014 حوالي 10.4%. دكتور، في أسباب، في أسباب يعني لهذا الزيادة عندنا هنا في دولة الإمارات؟ هل أنتم يعني عندكم بعض الأسباب قد تكون ما متوفرة في أماكن أخرى؟ الأسباب اللي هي الحياة الرغيدة، لأنه السكر من نوع ثاني مربوط بالارتباط وطيد بزيادة الوزن والحياة الرغيدة وقلة الحركة وقلة الرياضة وعدم المجهود، فدي يعني دي من مساوئ التقدم. فالعالم المتقدم دلوقتي نسبة السكر المرتفعة فيه للأسباب دي، ارتفاع نسبة السمنة وقلة الحركة وقلة الرياضة. يعني الأماكن اللي مثلا اللي ما فيها رفاهية يعني معناته أقل الناس مصابة بمرض السكري؟ تختلف، لأنه الأسباب الأساسية هي السمنة وقلة الحركة، لكن في أسباب جينية وفي أسباب لتكوينات الجسم، فقد تكون في بعض الأماكن حتى اللي هي يعني غير متقدمة ممكن تكون نسبة عالية. جميل. لكن النسبة الأعلى هي في الأماكن المتقدمة. طيب دكتور، ما نرجع ما نتحدث عن الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة في هذا المجال، وأيضا هنالك مركز متخصص للسكري، وأيضا المستشفيات عندها بعض الخدمات التي تقدمها في هذا المجال. نحن ما نتكلم عن مستشفى دبي، ما هي الخدمات التي يقدمها مستشفى دبي؟ مع العلم أن يعني هنالك الخدمات هذه تقدم في مختلف المراكز الصحية، وأيضا هنالك عندنا واحد من المراكز المتخصصة اللي يعني شرف يعني لدولة الإمارات أن يكون في مركز مثل هذا. نعم، هو الحقيقة يعني الجهود متضافرة دائما ما بين الإدارة الكريمة من إدارة دائرة الصحة دبي وعدة قطاعات اللي هي إدارة الرعاية الصحية الأولية، مركز دبي للسكري، مستشفى دبي، مستشفى راشد، فدي كلها تتضافر الجهود لتقليل حدوث نسبة السكر وإن حدث للعلاج المبكر ولمنع المضاعفات. ودلوقتي بما إن احنا نتكلم عن إصابات الشبكية أو شبكية العين، فكانت في تضامن يعني نقول عليه تضامن ذكي ما بين إدارة الرعاية الصحية الأولية بإدارة الصحة ومستشفى دبي قسم العيون تحديدا بإدارة المشروع اللي أفتكر إنه من المشاريع العظيمة اللي هتكلم عنه أختي مي. أعتقد جميل، نحن نتوجه حق أستاذ مي وما نتكلم عن هذا الموضوع بما أنك أنت فتحته دكتور. ما أدري تكلمين عن طريقة العمل كيف كانت في السابق وكيف صارت الحين مع تواجد مثل هذا النظام الجميل دكتور. أشكرك شكر جزيل على الاستضافة. أول ما أحب أبدأ به إنه ما يميز المشروع هو مشروع تقني ذكي يربط شبكة عنكبوتية مع مستشفى دبي، تواصل مع كل المراكز الصحية المنتشرة جغرافيا في هيئة الصحة بدبي، تواصل بشبكة إلكترونية مع متخصصين في مستشفى العيون، مستشفى دبي قسم العيون. جميل، بس لو ترجعينا بس الخطوات، يعني مثلا قبل كان يوم يجيكم حد كيف الإجراء؟ الإجراء كان لكل مريض يزور الرعاية الصحية الأولية طبيب السكري يتم تحويله لمستشفى دبي. المواعيد تكون من 6-8 شهور، يتطلب الفحص قطرة عين لتوسيع حدقة العين، يسبب اضطراب في الرؤية مدة 4 ساعات. أوف، يعني 4 ساعات ما يشوف؟ ما يشوف عشان الفحص، اضطراب في الرؤية. الحين بهذه الكاميرات الرقمية وهي مسحي أولي فرز للحالات، المريض الخدمة متوفرة في مكان المريض، المركز الصحي للمريض تقريباً.
ما أدري أستاذة مي ولا الدكتور الأمين ممكن يجاوبوني. أنا أبغي أعرف يعني من بعد توفير هذه الكاميرات كم عدد المرضى اللي تحولوا وكم المدة اللي استغرقوا في عملية التحويل يعني ما بين المراكز إلى مستشفى دبي؟ انطلق المشروع أبريل 2015 ومنذ بدء انطلاق المشروع أو بداية المشروع تم فحص 3000 مريض وتم تحويل فقط 300 مريض. يعني نقدر نقول بنسبة 10% تم معالجتهم وفحصهم داخل المراكز الصحية. جميل. فيصل إذا تسمح لي أنا بس بتوجه إلى الدكتور. دكتور يعني مع وجود هذه التقنية يا ترى السؤال اللي يتبادر لذهني، هل التقنيات مثل هذه تساهم في يعني علاج المريض بشكل أفضل إذا ما اكتشف يعني الأثر يعني قبل بفترة عن أنه يكتشفه بعدين؟ نعم، في الحقيقة هو دائما نحن في حالة حدوث مرض السكري بنحاول يعني نكثف مجهوداتنا لمنع المضاعفات. نعم. والفحص دلوقتي الإشهادات العالمية إنه أي شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني عند التشخيص لازم نعمل له فحص لشبكية العين. الفحص ده ممكن يكون بالكاميرا زي ما تقدم تفضل الدكتور مي أو أستاذ مي بالاستفاضة فيه، أو يكون بطبيب العيون عن طريق طبيب العيون أو أخصائي البصريات. لازم عند التشخيص السكري من النوع الثاني لازم نعمل له فحص الشبكية، وبعد كده كل سنة أو سنتين إذا قرر الطبيب إنه ممكن تكون سنتين، لكن الأغلب العام إنه كل سنة لازم نعمل له الفحص. طيب الفحص بيفيدنا بإنه يعني على الأقل يعني تحسين وتضبيط نسبة السكر بعد حدوث مشاكل في العين، على الأقل بتثبت يعني تدهور الحالة ما لم أو تبطئ تدهور الحالة، لكن للأسف الشديد ما بترجع زي ما كانت. اكتشاف المبكر، عندنا وسائل للعلاج غير إنه تحسين مستوى السكر في العلاج بالليزر أو الحقن داخل العين اللي هو دي زملائنا في قسم العيون بالتأكيد خبراء فيه أكثر مننا، لكن الغرض الأهم هو حماية الشخص المصاب بالسكري من حدوث المشاكل دي. طيب دكتور نرجع مرة ثانية لمرض السكري، ما هي أعراض مرض السكري على العين يعني، أو كيف تكون كيف نعرف أن في أثر على العين يعني أن هذا 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 مريض السكري دكتور ممكن يشوف أن عنده خلل في العين، هل في أعراض قبل ممكن قبل يسوي الفحص؟ نعم، في الحالات المبكرة ممكن يكون يعني ضبابية في النظر، يعني تدهور في حدة النظر، إنه المريض السكري يحتاج لإنه يعني يستعمل عدسات أو نظارات للمساعدة للقراءة القريبة والبعيدة. بعض الأحيان الحالات اللي بتكون شوية متقدمة ممكن يكون ألم حاد، ممكن يكون نزيف في العين، التهابات متكررة، فدي كلها من الأعراض اللي ممكن تحصل. هو دكتور أحيانا تحصل مريض السكري عينه تسوي ضيج يقعد كأنه يطالع وما يطالع، ما أدري هل هذا السكري يسبب زيادة الوزن مثلا، يسبب أن الجفن يضيق شوية عند المريض؟ دي من الحالات زيادة الوزن المفرطة ممكن يكون دي سبب، لكن إذا حصل الكلام دي نحن نفكر في حاجات مزعجة أكثر، يعني يمكن بداية يعني احتلال الكلى ممكن يزيد تراكم السوائل في الجسم، هي من علاماته اللي هو تراكم السوائل حوالين العين، فبتبقى الجفن بتحسبه انه شويه ممتلئ والعين ضيقه زي ما حضرتك وصفتها. ففي حاله حدوث الحاجه دي او الاحتمال الثاني ممكن يكون التهابات في العين او في جفون العين. جميل. فدي كل حالات لازم المريض يراجعنا، يراجع العياده او يراجع العياده اللي هو تابع فيها. طيب نرجع للاستاذ مي، بعد ما طبقتوا أنتوا ووفرتوا الكاميرات الحديثة هذه، ما الأثر على رضا المتعاملين وأيضا على الكادر الطبي المتوفر في المراكز الطبية؟ من أهم الأشياء اللي اتعملت إنه كان يهمنا رضا المتعاملين، والمتعاملين المرضى
والكادر الطبي والتمريضي. وصلت نسبة الرضا عند المرضى 93.3 من الرضا، ويفضلون عمل الفحص في مكان واحد في المركز الصحي اللي هم تابعين له. كفاءة وظيفية مهارة جديدة بالنسبة للطبيب وبالنسبة للتمريض. فكانت نسبة الرضا تتراوح 92-93 ما بين التمريض وبين الأطباء. طيب أنا بسألكم، شو رضاكم أنتم بعد تطبيق هذا؟ كيف حاسين دكتور وأستاذ مي، كيف حاسين يعني بعد تطبيق هذا النظام؟ هل المواضيع أسهل صارت لكم في جودة في العمل، وحسيتوا أنكم يعني أفضل من البروسيس القديم ولا لا؟ طبعا بالتأكيد أفضل بكثير من التطبيق القديم. أنا كمثقفة سكري، تجربتي الشخصية في العيادة من حول المريض للعيادة السكري، فما بكون عندنا المريض بيدعب من كثر الانتظار. يعني ينتظر 6-8 أشهر، يا مشى مكان خاص أو جاك راجع بعد 8 أو 6 شهور، وكانت اوريدي يعني الاشياء اللي ممكن تدعمل ليه والتدخل المبكر كان ممكن يدعمل من بدري. جميل. دكتور، انا قبل لا اختم اللقاء، دكتور الامين ابراهيم الامين، اذا عندك كلمه اخيره تبغى توجهها دكتور. والله انا يعني اول حاجه اشكركم على الاستضافه، واشكر استاذ مي على مجهوده في المشروع دي، يعني بتضافر مع اداره الصحه الاوليه والقياده في دائرة الصحة بدبي ومستشفى دبي. والحقيقة يعني دائما نحن الوقاية أحسن من العلاج. وإذا حدث السكر، وقاية المريض من إنه يحصل لهم مضاعفات دائما أسهل وأحسن من العلاج، لأنه العلاج ممكن يكون يعني صعب وخطير. صحيح. وكمان العلاج ممكن تكون عنده أعراض جانبية، فالوقاية دائما أحسن من العلاج. تحسين السكر، تضبيط السكر دائما بيقينا من المشاكل دي. شكرا لك دكتور الأمين إبراهيم الأمين، أخصائي أول غدد والسكري بمستشفى دبي. دكتورة مي حيدر، شكرا على الاستضافة. فكلمة شكر للإدارة العليا للجهد الجبار اللي دائما تطبيق استراتيجية هيئة الصحة بدبي، وإنه المريض محور الخدمة، سعادة المريض، توفير كل الخدمة للمريض في مكان واحد. شكرا لك. شكرا جزيلا. مي حيدر، مثقف سكري في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك أستاذ مي. أيضا صباح الخير، إيش حالكم؟ أنا أعاني من الشقيقة ومتلعوز من الصداع، هذا المنصوري، هذا أظني بيست على الخبر اللي تكلمنا عنه في بداية البرنامج. أيضا سعد الله صباحكم، مبروك النجاح للبرنامج، ونشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وللأمام دائما يومك سعيد. شكرا لكم مستمعينا، نحن نتواصل معكم، عندنا موضوع ثاني نتكلم فيه بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600-551-414، أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. موضوعنا اللي ما نتكلم فيه الحين هو موضوع جميل جدا، نستضيف فيه الدكتورة فاطمة سلطان العلمة، استشاري طب أسرة وأخصائي أطفال ورئيس وحدة الطفولة في هيئة الصحة بدبي. مرحبا دكتورة، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور، حياك الله. وأيضا معانا الأخت بدرية موسى كرم، مثقفة صحية بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. مرحبا أختي، حياك الله. طيب أنا بطلب منكم نضبط المايكات بس شوي عشان أقدر أسمع صوتكم بشكل مناسب. انزين، وما نتكلم عن مركزين اللي هم المنخول والخوانيج، مراكز صديقة للطفل حسب منظمة الصحة العالمية وأيضا من اليونيسيف.
ما أدري يعني في البداية شو معنات مركز صديق للطفل؟ شو هو التعريف هذا دكتورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. احنا نقصد بالمركز صديق للطفل عشان يعطون لقب مركز صديق للطفل لأي مركز، لازم يعني العيادة تكون مهيئة لها شيء. وهم عندهم 7 نقاط اللي عالميا يعني يقيمون العيادة على هالأساس. أول نقطة هي الرضاعة الطبيعية، لازم يكون عندها سياسة مكتوبة تعلم بها بصورة روتينية جميع الموظفين والمتطوعين وحتى المترددين على العيادة، لازم يكونوا على علم بهالشيء. ثاني شيء لازم تدريب جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ سياسة الرضاعة الطبيعية. ثالث نقطة إعلام نساء الحوامل وأسرهم حول فوائد الرضاعة الطبيعية وإدارتها. الأم لازم تعرف يعني متى تبدأ بالرضاعة، لازم على طول عقب الولادة وخلال الحمل لازم تتهيأ نفسيا. عقب النقطة الرابعة دعم الأمهات للحفاظ على الرضاعة الطبيعية الخالصة المطلقة لمدة 6 أشهر. النقطة الخامسة تشجيع الرضاعة الطبيعية المستمرة إلى ما بعد 6 أشهر لمدة 2 أو أكثر إلى جانب إدخال الأطعمة التكميلية الكافية والآمنة. وحين هم الأجانب اللي اكتشفوا هالأشياء، وإحنا في القرآن الكريم مذكور من قبل كم قرن والوالدات بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحين اكتشفوا إيش كثر في فوائد هالآية القرآنية الموجودة. توفير الجو الأسري للترحيب بالرضاعة الطبيعية، وآخر شيء تعزيز التعاون بين الخدمات الصحية وكذلك بين الخدمات الصحية والمجتمع المحلي، يعني المجتمع ككل لازم يكون صديق للطفل. طيب دكتور، الآن يعني أنا لو رحت مثلا الحين مركز المنخول أو الخوانيج، يعني في شيء يعني واضح أن هذا مركز صديق للطفل؟ يعني في لافتات، في انتم غيرتوا شيء من المباني الموجوده غير السياسه دكتور؟ يعني غير السياسه، هل في طبعا في اول ما تدخل محطوط شيء ان احنا عياده صديقه للطفل نرحب؟ لا انا اتكلم عن الامور المحسوسه، يعني غير السياسات اللي طبقتوها والاجراءات هذه، هل في اشياء محسوسه ثانيه ممكن الواحد يشوف انه وفرتوا مثلا غرف مثلا غرف للرضاعه مثلا مثل هالاشياء؟ يعني وفرنا غرفة مخصوصة، غرفة للرضاعة الطبيعية فيها كل مجهزة بأشياء اللي أم تحتاج إذا تبي تشفط مثلا تحتفظ بحليبها أو تبي ترضع، لأن الأم إحنا مجتمعنا ما يسمح لنا أن نرضع قدام الناس. صحيح. فهي غرفة خاصة للأم، وحتى إذا تبي تخزن حليبها في مكان للتخزين وفي معلومات يعني مثل استرشاد. لحظة، شو تخزين الحليب هذا؟ أنا ما كيف يعني الأم ممكن تدر الحليب ويتخزن ممكن الطفل بعدين يستخدمه؟ نعم ممكن، لأن الأم مثلا فرضا أم تشتغل فتكون بعيدة عن طفلها، فهالحليب المخزون عندها ممكن أي حد موجود في البيت ويهتم في البيبي يعطون. ترى في الآن محمود في السوق أنا اللي عرفها هذا مال الحليب بودر ما ادري شو يحطونه، الحين يحطونه في كونتينرات خاصه فيها وفي اجهزه تسحب الحليب من الام، ويعني وممكن اتوقع ان يعني انا يعني ممكن يتم اكثر عن اسبوع تقريبا في الثلاجه، في طرق حتى ممكن 6 أشهر عندنا حسب المكان التخزين. هذه مسائل دكتورة مهمة جدا أن يتم فيها التثقيف والتوعية دائما. صحيح. فأنا بتوجه إلى الأخت بدرية موسى، بتكلم عن مسائل التثقيف، تثقيف الأم، تثقيف حتى الأب أحيانا على أساس أنه يعزز مسألة الرضاعة الطبيعية عند عند المرأة. ليش؟ لأن فيها فائدة للطفل والأم والمجتمع، فخلينا نتكلم عن هذه الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتثقيف الأم خلال فترة الحمل، هذا ما نقوم نحن به في هيئة الصحة في المراكز الصحية، حيث نقوم بتثقيف الأمهات الحوامل خلال فترة الحمل. لكل أم يكون لها تقريبا 2 إلى 3 زيارات في التثقيف الصحي. نحاول أن احنا نبلغ هذه الأم وأحيانا الأم مع الأب عن فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم وللطفل. فنبتدي نحاول أن احنا نهيئ الأم على أساس أنها تأخذ قرارها للرضاعة الطبيعية بعد الولادة إن شاء الله، من خلال عرض للفوائد بالنسبة للأم وللطفل. فبالنسبة للطفل، حليب الأم هو يوفر هو الغذاء الأمثل لنمو الطفل وتطوره.
أنه يزيد الحماية ضد أمراض الطفولة كالسكري والسمنة، كما أنه يزيد الحماية ضد التهابات الأذن والمعدة، يزيد الحماية ضد أمراض الحساسية والربو والأكزيما، يساعد في تعزيز النمو الطبيعي للفك والأسنان، يساعد على نمو الدماغ، يساعد على تعزيز وتقوية الرابطة بين الأم والطفل. طيب، يعني معناته أن الرضاعة تحمي الطفل في المستقبل، يعني نعم. الرضاعة الطبيعية لها فائدة كبيرة للأم أتوقع وللطفل وحتى للأب، بعدين باكر محمود يصير يودي الولد من مكان من عيادة لعيادة ومن مستشفى لمستشفى بسبب أنه ما حصل كفايته من الحليب الطبيعي. عشان كذي نحن نحاول نوصي الأمهات بالرضاعة الطبيعية، 6 شهور تكون رضاعة مطلقة. 6 شهور كيف يعني مطلقة؟ مطلقة يعني ما ياخذ ما يتناول الطفل إلا حليب الأم فقط. حتى الماء نحن ما ننصح فيه لمدة 6 شهور. 6 شهور من بعد 6 شهور إدخال الأغذية التكميلية الآمنة المعدة في المنزل واستكمال الرضاعة الطبيعية حتى 2. هذا نحن عندنا في اللهجة المحلية يوم نشوف واحد ما شاء الله صحته زين نقول هذا ما شاء الله راضع 2 أو راضع 9 شهور. عندي بس إني مسج يقول من دكتور همام: السلام عليكم، أنبهكم أنه ما ينفع في اللغة العربية نقول أخصائي لأنه أخصائي هو فسر بشكل معين، الصحيح اختصاصي. دكتور، أخصائي يعني أو اختصاصي هذيلا في معجم اللغة العربية المعاصرة معروف، يعني يفسرون بأن الشخص المعروف بمهارة في مجال فني أو فكري أو متخصص في فرع معين من العلم. هذا خارج موضوعنا الرئيسي، لكن يعني معلومة اللي عطيتنا إياها مش صحيحة يا دكتور، بس حبيت أرد عليك في هذا الموضوع. أنا بس عندي نقطة بخصوص الآن الأمهات اللي ما عندها قدرة أو ما عندها حليب كافي، يعني شو دوركم في هذا الموضوع؟ يعني نحن نحاول أول شيء نصحح معتقد أن الحليب غير كافي، لأن إذا الأم كانت تتغذى تغذية سليمة وتأخذ قسط من الراحة وعندها استعداد أنها ترضع الطفل، إن شاء الله يكون هذا الحليب كافي للطفل. إذا واجهت أي مشكلة فإن إحنا أبواب المراكز الصحية كلها تستقبلها لحل أي مشكلة من المشاكل الصحية متعلقة بالرضاعة الطبيعية. طيب دكتورة، أنا برجع للتشحينة بتكلم عن الخطوات التي يجب على الأسرة يعني تسويها في 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 مجال ما بين يعني أثناء الحمل أو بعد الولادة وبعد الولادة بفترة، شو لازم تسوي الأم؟ إحنا لازم نقول للأم إن الرضاعة الطبيعية هي مفتاح التنمية المستدامة. فأم لازم تحرص عليها أن يكون حليبها هو الاختيار الأول، يعني وهذا موضوع تهيئة من قبل حتى من خلال هي نعم من خلال الحمل المفروض ما تحط في بالها أن هي تبي ترضع، يعني كلهم عندهم وسيلة سهلة أن فيه حليب متوفر، ليش لا؟ وهذا غلط. وهذا غلط طبعا، لأن حليب صناعي. أنا دوم أقول للأمهات أن إحنا عمرنا ما شفنا أي شيء، مثلا دائما ليش يعني الله يعزكم بيبي مال البقر ياخذ حليب البقر وبيبي مال الجمل كل حد، وليش احنا عيالنا نعطيهم حليب البقر؟ سبحان الله، الله اكرمنا ان الانسان غير، احنا مخنا اكبر شيء بالنسبه الحيوانات، جسم اكبر شيء ما عندهم مخ. هني دكتورة تدرين شو الثقافة اللي يعني نسمعها نحن ما بين أهالينا ما بين كذا، لا والله إن الرضاعة الطبيعية ممكن تخرب جسم المرأة، إنه ممكن وايد غلط، هذا مفهوم خاطئ طبعا اكيد. اي شو الصح؟ إن أصلاً ما يلخص الرضاعة الطبيعية ما تغير جسم الحرمة إذا هي ترضع رضاعة طبيعية. إيه تفضلي يا أختي. إن من فوائد الرضاعة الطبيعية أنها فترة الحمل الوزن اللي تكسبه الأم خلال فترة الحمل تفقده بالرضاعة الطبيعية، هاي الفوائد اللي نحن دائما نحاول نعززها عند الأمهات ونكلمهم بالعكس وتشجعهم وايد على الرضاعة. أنا أعتقد لو هذه المعلومة متوفرة عند السيدات لرضعوا أبنائهم 10 سنين ينزلوا وزنهم مرة 10 سنين بالرضاعة. لا وبعدين الآي كيو معدل الذكاء عند الطفل، يعني من ما يبي طفل يكون ذكي؟ صح أم تتعب عند الولادة وترضع، بس في المدارس يعني الطفل الحين في المدارس تعرف كيف كميات الدراسة اللي عندهم، بس إذا الطفل ذكي هو يعرف يدرس بروحه ما يحتاج. دكتورة أنا استغرب، يعني حتى الحكومة يعني وضعت تشريعات لدعم هذا الموضوع، زين يعني في ساعات الرضاعة هذه يعني الإتشار يعطون الأمهات أعتقد 2 ساعة. صحيح. 2 ساعة في كيف تقدر أول الدوام ولا آخر الدوام ولا أثناء الدوام؟ أيه. زين وبعد الحين في يعطونها 2 شهر إجازة وضع
وبعدين يعطونا 6 شهور رضاعة، والآن في بعد في طلب جديد أن يخلون بدل ما تكون الإجازة 2 شهر للوضع تكون 3 شهور. طبعا هذا بعدها في حالة في مرحلة الدراسة. متى يشتغلون؟ معالي أفضل شغل للأمهات أن يربون عيالهم وفي نفس الوقت يكون عندهم مراتب. يا سلام عليك يا دكتور. صدق. يا سلام عليك يا دكتورة. نعم صادقة. عموما لا هذا طلعنا برا الموضوع تماما. لا لأن هي تربي أجيال المستقبل. صحيح. محمود أنت أول شيء بتخلي الإنسان صاحي، يعني صحتك كويسة وأيضا منتج في المستقبل بيكون. صحيح. وأمراضه وهذا الرعاية اللي أنت تصرفها عليه في المستقبل أنت بتوفرها من البداية. طيب خلينا نرجع دكتورة، تبغين نضيفين شيء على موضوع أختي بدرية، تبغين نضيفين شيء على موضوع الرضاعة الطبيعية؟ أن الفوائد للأم، من ضمن الفوائد أنها حماية للأم من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان المبايض ومن هشاشة العظام. يعني كل هذه الفوائد الكبيرة ما أظن أي أم يعني بتترك الرضاعة وتلجأ إلى تغذية طفلها ب. طيب ليش المفهوم دائما عند الناس أن يعني ما يبغون يرضعون طبيعي، يبغون رضاعة صناعية، ليش كذا دكتورة؟ يمكن هم يستسهلون الموضوع لأن الحمد لله يعني متوفر كل البدائل، حليب الأم كلها متوفرة، لكن هم لو عرفوا بمخاطر هذه البدائل كان يعني ما لجأوا. عشان شي نحن نحاول نثقف الأمهات خلال فترة الحمل عشان الأم تأخذ قرارها، تعرف فوائد الرضاعة للأم وللطفل وتعرف مخاطر الحليب الصناعي على الطفل في المستقبل. أنا قبل لا أرجع للدكتورة بس عندي آخر سؤال نسيت، إن الله يهديك فيصل. دكتورة طيب متى تنصحون بالرضاعة الصناعية؟ متى؟ ما يحتاج طفل رضاعة صناعية أبداً طبعاً لا. طيب إذا الأم أحياناً في عندها مشاكل مثلاً يمكن نادراً هي وايد قليل. أوكي. إني ممكن الطفل ما يقدر يأخذ هذا يعني بس مرض الواحد. أي واحد على وي زواج وبي ولد وكذا وهذا إذا الحرمة قصت عليه قالت له يعني أنا تعبان وهذا ما شيء يعني. لا مفروض 99% ما في. لا عادي ترضع طبيعياً. مفروض الحليب الصناعي ما يكون متوفر في الجمعيات أصلاً، مفروض بالوصفة الطبية. يا سلام. طيب فيصل كنت تبغي هي نعم بخصوص الآن دكتورة مثلا لو الحرمة ما عندها القدرة أن هي تحاول، هل في هناك نصايح أن عشان نزيد كميات الحليب اللي طبعا تنتجها؟ هي أول إحنا لازم نشوف الأم والبيبي، ساعد نادرا يكون في مشاكل بس إحنا نقدر نحلهم ونساعدهم. وإحنا عشان شي عندنا عيادات للرضاعة في عيادة منخول الخوانج ونستقبل أي حد من أي مكان، فنشر أول شيء نشوف كيفية الأم ترضع، يعني هل فعلا ساعات الأم ما تشوف إن فعلا إن إحنا كيف أدلة عندنا إن الطفل يأخذ حليب كفاية، لما ينام الطفل وزنه يزيد هالأشياء بس أم ما تكون على وعي، أو مثلا اللي حوالين الأم المحيطين بالأم دائما يقولون حليبك، إذا شافوا بيبي يصيح يقولون حليبك مو كفاية أو أسهل شيء. هذا غلط، وإحنا نتمنى أن الأم تي عندنا تقول أنا أبا رضع بس ما أعرف كيف وعندي مشكلة ممكن نساعده. جميل. في سؤال يقول هل يمكن استخدام حليب البقر مع الرضاعة الطبيعية أيضا، وما هي الأغذية مع الرضاعة؟ هذا السؤال يعني يخلط حليب الأم مع حليب. لا طبعا أفضل شيء هو إحنا مثل ما قالت أخت بدرية رضاعة طبيعية المطلقة، يعني بس الحليب الأم. طيب هي أعتقد الشق الثاني من السؤال وما هي الأغذية مع الرضاعة، هي شو الأغذية اللي تساعد المرأة على فرز اللبن أو الحليب؟ إحنا دائما يعني ننصح الأمهات بالأكثر من السوائل. يعني إنها تكثر من السوائل، هاي الأشياء اللي هي زيد الحليب يعني كمية الحليب، ودائما غذاء دائما غذاء الأم يعني المرضع يختلف عن إذا كانت من مرضعة، مو في كميته في نوعيته. في نوعية كيف الغذاء. يعني ما بهن أنها تأخذ كميات كبيرة وكثيرة وبس أنها يمكن تأخذ أغذية يعني يمكن ما لها علاقة في زيادة ضرر الحليب، مثلا ممكن أنها تسبب لها زيادة في الوزن لكنها ما لها تأثير على زيادة ضرر الحليب. نعم. أهم شيء النوعية. طيب دكتورة بغيت تضيفين شيء؟ والثقة، ثقة بالنفس، يعني أم لازم تعطي عمرها ثقة إن هي تقدر ترضع عيالها، لأنها أصلا هرمون يطلع من المخ، فإذا أم قالت ما عندي حليب ما بيكون عندها حليب.
لازم تعطي ثقة لنفسها إن هي أكيد تقدر ترضع ولدها ولا بنتها. والله يعني إدرار الحليب يطلع من المخ طبعا لأنه هرمونات. جميل جميل. طيب الآن أنا برجع على آخر سؤال فيصل، سامحنا شوي بس لأن الموضوع ماشيين فيه على السريع. ما هي الخطوات القادمة لتحويل جميع المراكز الصحية الأولية إلى مراكز صديقة للطفل بالإضافة إلى مركزين المنخول والخوانيج؟ ان احنا الحين جالسين نجهز بقيه العيادات بعد. كم عياده بتدخل في ال 10 باذن الله ما شاء الله؟ 10 كل العيادات كلهم بيكونون صديقات باذن الله. يعني اي وحده عندها مشكله فيصل، اي وحده عندها مشكله في عمليه الرضاعه ممكن تتوجه الى اي مركز من مراكزنا الصحيه، وتقدر يعني تقدرون تساعدونا في عمليه ادرار الحليب. أكيد. ممتاز ممتاز. عندك شيء إضافة فيصل؟ يعني أنا أبغى أرجع بس مرة ثانية موضوع الرضاعة. لا ترجع وايد لأن ما باقي لنا شيء. بس على السريع. أوكي، 6 شهور، وإذا ما قدرت عقب 6 شهور يعني المرأة عندها التزامات، أحيانا تعمل أحيانا يعني تكون عندها أيضا. واضح السؤال. يعني بعد 6 شهور إذا ما لا تقدر بعد 6 شهور وايد أسهل، لأن في الطفل يأكل أكل أغذية تكميلية مع حليب الأم. حتى إذا أم في الدوام ويوم ترد ترضع ولدها بس فترة هي موجودة يأكلون الولد. يعني ما لهم فتشة موضوع الرضاعة الطبيعية لازم يعني الوحدة ترضى. صح. والله نتمنى يطلع قانون يعني بهذا المجال. عموما نحن وصلنا لختام الحلقة. أعطني دقيقة زيادة بس 30 ثانية. 30 ثانية زين دكتورة، في 30 ثانية كلمة أخيرة تبغين توجهينها؟ أنا كنت بقول إن الأم كل أم تحلم إن ابنها يكون جزء منها لا يتجزأ على مدى عمره، فها بتكون من أول حمل الأم للطفل بعد الولادة مباشرة نتكون بينهم علاقة. فالرضاعة الطبيعية هي إحدى أروع لحظات التواصل بين الأم ورضيعها. صحيح. وهي تولد علاقة حميمة تقوم على الحب والتفاني والحنان والشعور، فأنا ما أبغى أي أم تخسر هالعلاقة صراحة. أختي بدرية، أنا أقول لكل أم أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل لك ولطفلك، فلا تتردي في أن تكون خيارك الأول. يا سلام. في نهاية الحلقة يعني ما يسعنا إلا نشكر الدكتورة فاطمة سلطان العلماء، استشارة طب الأسرة وأخصائي أطفال، وأيضا رئيس وحدة الطفولة بهيئة الصحة بدبي، وأيضا الأخت بدرية موسى مثقفة صحية في هيئة الصحة أيضا. شكرا لكم دكاترة. وفي آخر مسج يقول لو سمحت وأرجو حضرتكم من فضلك، بغيت أعرف هل الأسرة لازم تعمل بطاقة تأمين إجباري؟ وأشكر حضرتك. أنا أنصحك أنك تتابعنا باكر إن شاء الله في حلقة خاصة عن التأمين حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي التنسيق كانت معنا أشواق مسعد، وفي الإخراج محمد سليم وعيسى سبيل. شكرا لك فيصل بن فارس، وإلى الملتقى في الغد، ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.